النهارده هنشتري اقوى مهاجم في اللعبه، يعني حرفيا المهاجم اللي انا كنت بخاف منه في التصنيف لما اخش العب كده كان بيزعلني بصراحه، فاحنا النهارده كده هنشتريه وهنطوره وهنودع بنيادر. وللاسف هنودع بنيادر يا جدعان، انا بنيادر بالنسبه لي ده كان كارت غالي قوي عليا ومش عايز اودعه، بس احنا هنشتري الكارت بقى اللي كان طول الوقت في التصنيف دي خوفنا، واللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت يروح يشوفها كده وهيكون عارف الكارت ده اصلا، وناس بتتفرج عليا كده هتكون عارفه الكارت. انا قعدت اقارن بينه وبين بيليه، لقيت ان لا بيليه القدم الضعيفه بتاعته اربعه فمش هينفع، عشان كده انا قررت ان انا خلاص هنشتري مع بعض ايساك النسخه اللي هي بتتطور ل 25 رانك، فاحنا جبناها كده وهناخدها ونظبطها ونولع الحكه كده. واللي مش عامل اشتراك في القناه يعمل اشتراك، واللي مش مودي الكلام في دايه كده يودي الكلام معانا في دايه كده، وينزل تحت في الكومنتات يصلي على النبي او يسالني اي سؤال هو عايزه، وحتى لما يسالني السؤال اللي هو عايزه يصلي برده على النبي، عشان احنا عايزين نكسب كلنا ثواب. الكلام المعتاد اللي انا بقوله دايما ان انت لو مش مخلص اللي وراك روح خلص اللي وراك، فرقش عليا وما تضيعش وقتك، احنا كلنا هنا بنستفيد كيوتيوبرز، انت كمان استفيد وروح خلص اللي وراك واعتبرنا كده كمتعه، حاجه كده بتسلي فراغك بعد ما تخلص شغلك ودنيتك وحاجتك وتعالى تاني. يلا بينا كده، تعالوا بس كده ناخد الرانكات بتاعت بنيادر وهنودع بنيادر النسخه اللي هي الشديده، اللي انا حرفيا انا كان نفسي اتطور بنيادر ده لدرجه ان انا اوصله ل 30 رانك، بس يعني ظروف اللعبه شكلها مش هتسمح، واحنا ظروف الفلوس برده مش تسمح ان احنا ايه انا نشحن ولا اي حاجه، ومش هنشحن شكلنا السيزون ده. تعالوا نبدله، نحط الكارت ايساك مبدئيا. بصوا شايفين طبعا بنيادر اقوى منه في كل حاجه، علشان خاطر كده كده بنيادر متطور انما ايساك لسه ما اتطورش، بس احنا عايزين نبص بس على ايساك قبل اي حاجه كده قبل التطوير عشان نشوف دنيته عامله ازاي. انا بس عايز اخدها سكرين شوت معلش. بص سرعته يعني اللي هي الايقاع 86، التسديد 83، المراوغه 85، بدني 74. حلو قشطه، اديني صورت الصوره القبض، والقدم بتاعته 5-5. الواد ده طويل فيعني بصوا فهيبقى حلو في العرضيات لاخواتنا اللي بيلعبوا ضدنا عرضيات نزعلهم، خش نرزحهم. نزل طبعا تحت خالص، هنحط بنيادر هيعليه، هيزوده في السرعه 24، هيزوده في التسديد 19، التمركز 72، المراوغه يلا نخش نرزع، والبدني بتاعه هيزود 15. طيب تمام. ايساك بقى زاد، بنيادر وداعا يا بنيادر، زعلان عليك قوي، زعلان عليك قوي يا اسطى. بس متحمس لايساك بصراحه، متحمس لايساك لان انا شفت اللي ضدي بيعملوا فيا ايه بيه. تمام، هو بشكل عام لحد دلوقتي تحس ان اصلا بنيادر كان اقوى منه ما تفهمش، بس احنا لسه هنزود المهارات بتاعته، فاحنا يعني ايه عشان بنيادر كنا مزود له الدنيا دي. احنا مبدئيا لو هو كمهاجم فاحنا عايزين نزود له التسديد بصراحه، عايز التسديد بتاعه كده يبقى جامد. طيب يا جدعان انا هزود له التسديد، هزود له التسديد 3، نزود له التسديد 3 يبقى افضل. تمام، بيتفتح له ال دبليو، تعالى نزود له بس مهاره المنهي دي، مهاره المنهي دي هتزود له الدنيا خالص بقى، هتخليه في الرأسيات شديد، وهتخليه في التسديدات البعيده شديد، وهتخليه بص زودته يعني زودته شويه حلوين قوي يعني يا جدعان بصراحه. الكارت بقى جامد قوي، التسديد بتاعه 123، الايقاع بتاعه 110، بس بنيادر كان متفوق عليه في السرعه، بس في التسديد بصراحه ده رعب. 123، المراوغه 106، بنيادر برده كان بيتفوق في المراوغه، بس بشكل عام هو بيتفوق ده في حاجات تانية كتير قوي، منها التمركز والكرات الهوائيه والحاجات اللي زي كده، هو اشد من بنيادر عامه. يلا بينا كده نخش نشوفه ايه، نخش نشوفه في المباراه، وصرفنا عليه دم قلبنا حرفيا، يعني انا صرفت على الكارت ده دم قلبي. احنا دلوقتي 975 على السيلفر، 925. يلا بينا نخش كده المباراه كده ونشوف الكلمات هترس عليا، يا رب استر كده، ونخشش ضد هاك عشان الهاكات رجعت تشتغل تاني. مش عارف امتى هتتبند الهاكات ده عشان واحد يرتاح. داخلين دلوقتي 901، باين من ارقامه اللي بره ان هو شاري لعيبه ومطورها في الهجوم بس، انما في الوسط والدفاع باين عليه يعني فاهم كويس انا ما اظن. يعني التشكيله بتاعت الواد حلوه، يعني جايب بيتت بس مش مطوره، وجايب دروجبا يعني فاهم، هو جايب لعيبه بس مش معليها يعني، جايب لعيبه اوفر داخلين، وفي بج بينج صريح يعني عارف اللي هو ايه، احمر بقى ما تفهمش بقى في بج بينج، ما تفهمش في ايه الدنيا. عاش يا توريه، يلا 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 يا ابراهيم، يلا يلا شوت يلا. خلاص هو الشوت الاولاني يعتبر خلص بصفر صفر، بس يعني ايه مقديين، ولسه ايساك ما ظهرش في المباراه. كامافينجا يلا مالديني، لا 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 لا، الله يا ونانا عاش. اعمل مباراه متضايق، حاسس ان انا كان ممكن اقدم احسن من كده، بس يلا بينا كده تعالوا ايه نشوف، نخش المباراه اللي بعديها. تعالوا على طول يلا نخش المباراه اللي بعديها كده على طول، نشوف الكلمات هترسى على ايه. استر يا رب كده، داخلين ضد واد 924 فده كويس، واضح ان هو شاري لعيبه قويه مش متطوره، يعني الهجوم بتاعه 93 يعني ما اظنش ان هو فاهم، ولا ممكن يكون شاري لاعب خارق متطور بقى يعني ساعتها ده حوار تاني بقى. زي ما انا قلت شاري لعيبه قويه مش متطوره، يعني عنده رونالدو وكريستيانو ورونالدو التاني
صباح الضحك يعني. انا داخل ضد اتنين يعني، داخل ضد اتنين رونالدو، فالماتشات دي هتبقى صعبه. توريرا برضو بج بينك يعني، خلاص ده تعودنا عليه يعني، فاهم ايه اللعبه كده كده خربانه يا عم. اساك يا عم اساك، مش عايز اقول ولا يوم من ايامك يا بني ادم ولد يا اساك، يخرب بيتك يخرب بيت بام تزدت ان هي حلوه بصراحه. علاج اوف، ودي الكلام في ده يا عم. كامافينجا جات لي كامافينجا على عدلة رجله بالار 2 سلطاوي كده وحلويات. وبص بص بص ما بيمشي خد ندفد، مقفلين مقفلين، بس هو عايز يسحبني، هو عايز يسحبني، بس انا ما بتسحبش، انا ما بتسحبش. المشكلة ان اللعيب وقع في وشه، اقسم بالله اللعيب اللي بيدافع في النقطة دي وقع في وشه كده، فرونالدو جابها ار 2. بس ده رونالدو برضه الظاهرة يعني، بص وقع في وشه، وقع في وشه والله، كان الواد هيخش ياخد من رونالدو الكورة، وقع في وشه. صعب تروح عامل كده تراوغ كده فاهم، ندرب طبعا ملك المراوغة. يا ابراهيم يا ابراهيم، لا يا ابراهيم يا ابراهيم، لا يا ابراهيم. طيب الماتش الاولاني خلص، الشوط الاولاني خلص 1-1 للطرفين. ايساك يعني لحد دلوقتي بمسك بالكرة خفيف بصراحة يعني، بحاول ارضي ضميري كده، بس ان شاء الله ايساك هيعمل كام حركة كده يقول ان هو يستاهل ال 23 مليون اللي اتصرفوا فيه، لان انا صرف فيه 23 مليون يعني، ده حوار. نيدفيد نيدفيد اللاعب اللي ما ندمتش ان اشتريته نيدفيد بأمانة يعني، هو وبنيادر صراحة، اللاعبين دول استاهلوا كل ألف اتدفعت فيهم بصراحة. يا ترى إيساك هيستاهل ولا؟ طب والله العظيم أنا متحرك ناحية رونالدو من بدري، بس اللعبة ما اتحركتش، ورونالدو صاروخ صاروخ يا جدعان صاروخ، بس مش فاهم المدافع كده إزاي سابه يعني. طب ما أنا متحرك مد اتجاه من بدري، اجري قفل جايلك يا إيساك. لا إيساك بيضيع يا جدعان، لا إيساك بيضيع، إيساك إيساك فصلني، فصلتني يا إيساك في الحركة اللي فاتت دي بصراحة. ايوه كده يلا، الواد المدافع اللي ضيع الغلطه بتاعته اللي هي بتاعت رونالدو الظاهره ده، عوضنا بهدف. طب يا ابني عايز تعمل ايه يا ابني؟ ايوه يا جدع يا جدعان، ايه الخرا اللي حصل ده؟ ايه الخرا اللي حصل ده من المدافعين دول؟ وقفوا. خسرنا المباراة التانية نتيجة 3-2، الواد يستحق الفوز بصراحة، الواد لعب حلو، لعب حلو، الخصم اللي ضدنا ده كان بيلعب حلو قوي، كان بيستغل أي غلطة كان بيستغلها كان بيجيب منها هدف بصراحة. خسرين 10، خسرانين 9000 والواد كسب 10000. طيب تعالوا بس تخش المباراة الأخيرة دي، والمباراة الأخيرة دي بقى هنسجلها كاملة وهننزلها كاملة، والله العظيم أتمنى إيساك يسلك يعني، أتمنى إيساك تبقى إيساك وتسلك، عشان انا تعبان داخل ضد واد 912. يا رب بس ما يكونش هاك باين من، يا رب شكله شاري لعيب متطور او حاجه زي كده. تمام فاصل فاصل والله، انا لحد دلوقتي اساك بفاصل منه بامانه يعني، انا حاسس بنيادر احسن، بنيادر افضل. ايه ليه كده ليه كده؟ حاسس بنيادر كان في المراوغه اخف، لا بس اساك حاسه خفيف برضه، بس يعني ايه هنجرب. بج بنج تاني تالت يا جدعان تالت، انا مش عارف. طب ايه طيب يعني خلاص ماشي، بج بنج بج بنج فاهم، السلفرات بايظه بايظه يعني هنعمل ايه. عاش عاش الرايق 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 الرايق، ساك وسوق. طب ساك انت تاخد عرضيه تجيبها برضه، حتى العرضيه يوم ما جات له ما جابهاش. يا جدعان يا جدعان يا جدعان، انا زهقت. طب ايه طيب يا ساك يا ساك، طب يا او عاش، يلا عاش والله العظيم عاش، دفاع اقسم بالله دفعنا حلو قوي الحته اللي فاتت دي، نمت في الكوره الواد اتخنق تقريبا من الحركه اللي عملناها دي. لا لا ما انا اريها، عاش يا ونانا والله العظيم، عاش يا ونانا عاش يا ونانا، استر استر بقى استر يا رب. ايه طيب اخلص بقى اخلص 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 اخلص. اوف نيدفيد، عشان نيدفيد على الطليعه دي. طب ايه طيب اعملها هجوم وخلاص بقى، بما ان فيه هكرات ودنيا وبتاع. عاش يا ونانا. ايه يا جدعان المدافع خد الكره طلعها بره، ايه ده؟
لا 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 لا، البنج ده صعب 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 والله. انا النت بتاعي كويس، بس هو اللعبة السيرفرات بتاعتها صعبة قوي. يلا يا عم يا عم، كامافينجا اعملوا حاجة، اطلع اطلع اجري يلا، اطلع اجري يلا. انا افتكرت ايه يعني، افتكرت ان انا هشتري اساك ده فاهم، هيطلع نار من بقه. بس لحد دلوقتي انا مش عايز اظلمه، انا يعني هتكلم على طريقة لعب انا قشطة، بس انا الكور اللي كانت بتجيلي دي ببنيادر كان بينهيها بصراحة. يلا اساك بقى اعمل حاجة بقى، اعمل حاجة بقى، اعمل حوجو. طب اهي ار2 ترشاوي يا اساك، ترشاوي يا اساك. يلا عاش، عايزين ناخد له بس سكرين شوت، ناخد لإيساك سكرين شوت كده بس كده عشان ايه نظبطها. ودي الكلام في ده، ودي الكلام في ده. عاش يلا. طب ايه يا الواد عملها هجوم صح؟ عملها ده، ما عملهاش هجوم، ده عملها افترا. يعني يا ريتو عملها هجوم، ده عملها افترا اقسم بالله، دي افترا. ده انا لقيت ثلاثة داخلين على لاعب واحد. يلا تعالوا ننزل بس ايه زيزو، بس زيزو مش هينزل غير لما الشوط يبدأ بالظبط كده. نعملها احنا كمان هجوم، انت عملتها هجوم على البابا، البابا يعملها هجوم برضه. يلا بينا، ما تطلعش كده، ما تطلعوا ما تطلع ما تطلعوش كلكم كده والنبي يعني فاهم. انا مش معنى عملتها هجوم ان انتوا ما تدافعوش يعني فاهم، ده دي كورة يعني. معنى عملتها هجوم ان كله يعمل تكدس حلو. الواد عايز يعمل عرضية، خش يا كامافينجا عليه خش. لا لا، ما تدروش فاول، ما تدروش فاول، ما تدروش فاول، ما تدروش فاول من هنا، هنتفشخ هنتفشخ. هدف خلاص، هدف خلاص، هدف. عاش عاش يلا، والله العظيم المدافع ده من ساعة ما جبناه والله العظيم يستاهل كل جنيه دفع فيه بجد والله. بس ساك ما يستاهلش كل جنيه، يستاهل يعني ساك يستاهل مثلا 14 مليون، مش 25 مليون. انا دافع 25 مليون يا جدعان في النسخة دي بجد، دافع 25 مليون. ليه؟ ليه ادفع 25 مليون في إيساك؟ بس هو 91 يعني فاهم، جبنا واحد مهاجم الاوفر بتاعه 91 91 وطورناه طبعا، فلوس تصويره يا نيدفيد. طب دي مش فاول يا حكم، دي مش فاول يا حكم. وقع وقع نيدفيد يا جدعان. إيساك يرجع يدافع. طب ايه، طيب لا لا، ما دي مش شكلها تيجي ولا ايه؟ ما تروحوش معاه كلكم كده، ما تروحوش. عش يا اونانا، مان اوف ذا ماتش، مش راضي يخلي الظاهره يجيب اي كوره بجد. انا عشان الفيديو معمول لإيساك فمش هنزل هالاند، مع اني نفسي انزل هالاند والله العظيم، عايز انزل هالاند بس مش هنزله. بس بنيادر، بنيادر وحشني وحشني، وحاسس ان انا ندمان ان انا وحشني قوي. ايه يا عم اونانا، شكلك كنت عايز تديله الكوره ولا ايه ده؟ مال اللعبه بتاعته كده بترجع كده كلها مره واحده وتروح كلها مره واحده كده؟ ايه طبعا، هنقضيها نزاهه وشرف ولا ايه؟ عايزين عايزين، يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. خش يلا خش يلا خش يا عم زيزو، عم ادو اسامه ضحى بنيادر عشان ايساك. ايساك ماشي، بس انا مش برضه، حتى انا لعبت بيه 3 ماتشات بس للامانه مش هحكم عليه. جدع ودي الكلام في ايه ده، ايه ده، شو شو هالعبث اللي بيصير والله، والله شو هالعبث، هذا عبث كتير والله. ماشي كويس انها ما دخلتش عشان ما كنتش هتشل كده فاهم يعني، والله كنت هتشل بس يعني قشطه، استر يا رب بس كده ولاد ما يرجعش علينا بمرتده. ايساك ان طلع لوحده يعني فاهم، ايساك قرر ان هو برضه يطلع لوحده، استر يا رب استر يا رب. شكلها ترجع بمرتدة ولا ايه؟ بس كويس، فوزنا المباراة الثالثة على التوالي بنتيجة 1-0 بهدف من المعلم ايساك. مش عارف مش عارف مش عارف اديله حكم. انا المشكلة لو هديله حكم كمهاجم، هو مهاجم خارق حلو قوي يعني، احسن من كل المهاجمين اللي موجودين تقريبا. بس بشكل عام انا مش عارف اديله حكم، هل هو احسن من بنيادر ولا بنيادر احسن؟ هلعب شوية كتير يعني، شوف انا لعبت 3 ماتشات وهنقفل كده كده الفيديو ده على كده. بس بشكل عام انا بصراحه ربنا مش عارف احكم على الكارت هو احسن من بنيادر ولا لا، بس هو ككارت كمهاجم هو كارت تحفه، كارت تحفه للامانه يعني، ما فيش فيه نقاش في النقطه دي تمام. بس الايقاع بتاعه شغال 110 مقارنه بطوله، فده حاجه حلوه. المراوغه بتاعته 106، دي اللي بقى مش عجباني، دي بقى الايه اللي مش عجباني، ال 106 دي مش الطف حاجه. بس بشكل عام كويس للمهاجم،
بس نقفل الفيديو على كده ونتقابل تاني بعدين. السلام عليكم ورحمة الله.